السلامة ومرحبا بكم الناس الكل، انا ياسين ومرجعت لكم فيديو جديد. اليوم الفيديو نتاعنا باش يكون على نيو لايف رول بلاي جي تي ار بي على التليفون ولا على البي سي ضعيف. كيما تحب تنجم تصبها وتدخل معنا الديسكورد نتاعنا، تلقاوه موجود في الديسكريبسيون. اذا تحب تشري شوب ولا اي حاجه باش نوريها لكم في الفيديو هذايا، تنجم تكونتاكتيني في الانستغرام تشريها بالدونيشن، يا اما بالكوارث يا اما بالفلوس في الدنيا كيما تحب انت. ما نطولش عليكم اكثر، هذوما احسن كومنتات جاونا في الفيديو اللي فات. ميرسي ناس كل على الكومنتات المزيانه نتاعكم، وان شاء الله السين اللي صورناها اول تيمس ان شاء الله على قريب باش تهبط لكم الفردو، والفردو باش تكون مزيانه ناكد لكم على الاخر. ما نطولش عليكم اكثر، فولو على الانستغرام، لايك سبسكرايب، ويلا خلينا نبداو في الفيديو نتاعنا. دونك اول حاجه باش نعملوها هي باش نجيو قدام الشوب نتاعنا، وباش نجيو هنايا مثلا باش نعملو سلاش بيز هيلب، بزنس هيلب ولا بيز هيلب الاختصار نتاعها، باش يخرجوا لنا شنو هما الكومنتز اللي نجمو نستعملوهم كي يبدا عندنا بزنس. دونك عندنا سلاش باي بيز، عندنا سلاش لوك، سلاش بي ويدرو، بي ديبوزيت كذا، يعني عندنا برشا سي ام ديز باش نكتشفوهم تويكا مع بعضنا بالسي ام دي بالسي ام دي. دونك سلاش باي بيز الاولى واللي هي انك تشري البزنس، كي يبدا البزنس موش نتاعك يعني يبدا محطوط فيه سوم باش تشريه، تكتب سلاش باي بيز كيما هكايا بالطبيعة، لازمك تقف بحذا الوحدة الزرقاء هذيا، ويبدا البزنس ماهوش اوند باي اي انسان كيما تشوفوا هوني اوند باي كذا وكذا. البزنس ما لازموش يكون اوند باي حتى حد باش تجم تشري به. الحاجه اللي بعدها عندنا نعاودوا لك بسلاش بيزيل، فعندنا اللوك واللي هي تسكر البزنس. دونك تجي تقرب من هوني تعمل لوك، البزنس ما عادش ينجم يدخل له حتى حد، باش نعاودوا نحلوه كيما تشوفوا بزنس ان لوك. باش نجيو نعاودوا نعملوا بيزيل، عندنا سلاش بي ويذدرو. سلاش بي ويذدرو هي انك تجبد فلوس من الشوب نتاعك، فلوس سواء حطيتهم انت والا الفلوس نتاع السلعه اللي تبيع. دونك كي نكتبوها نعملو اونتري باش يقول لك ماكش فلوس للبزنس نتاعك. دونك باش نجيو هنايا وباش ندخلو للشوب نتاعنا وباش نعاودو نكتبوها كيما تشوفو، يقول لك عندك 5,589,915 في الشوب نتاعك. كل شوب وكيفاه، كل شوب قد يدخل. دونك تجي بعد ما تعمل بي ويدرو تعمل 5,589,915 الكاملين باش نجبدوهم كل كيما تشوفو، ولا عندنا 26 مليار. باش نحطو فلوس نعملو سلاش بي ديبوزيت كيما تشوفوا هكا، وبعد نحطوا المونطون اللي نحبوا عليه. احنا تويكا مثلا باش نجيو هنايا ونحطوا 2 مليارات. ومن بعد عندنا سلاش اللي بعدها نرجعوا لسلاش بيز هيل، عندنا سلاش سيل بيز اللي هي باش تبيع الشوب نتاعك، وعندنا سلاش سيل ماي بيز زادا باش تبيع الشوب نتاعك. اما كي تعمل سيل بيز تبيعه لشكون تختار انت لي دي نتاعو الكل، وكي باش تعمل سيل ماي بيز باش تبيعه للدوله. عندنا الكوموند اللي بعدها هي سلاش بيز انفو، كي باش ندخلوا في وسط البزنس نتاعنا باش نكتبوا سلاش بيز انفو كيما تشوفوا، باش يقول لك قداش الشوب يسوى، قداش شنو هو التايب نتاعو اللي هو امونيشن، شنو هو اللوكيشن يعني شنيا بلاستو اكتيف ولا، يقول لك يس، ستاتيو اوبند معناها محلول ولا مسكر، عندنا قداش فيه فلوس، وعندنا بقداه تقول، وعندنا البرودكتس اللي هي السلعه. السلعه عندنا تو 16,289، يعني مازلنا نجمو نخرجوا من الشوب نتاعنا 16,289 قطعه، سواء سلاح سواء اي حاجه. وبالطبيعه البرودكتس انت تجيبهم في الار بي، يعني تجيبهم للشوب نتاعك في الار بي. عندنا الكومند اللي بعدها هي سلاش انتري في. سلاش انتري في هي انك باش تبدل السوم نتاع الدخول نتاع الشوب. دونك الشوب نتاعنا تويكا اي واحد باش يدخل ما يدخل الا ما يكون عنده 3000 وباش يدفعهم للشوب نتاعي. دونك احنا باش نجيو انتري في مثلا باش نحطوها ب 5000 كيما تشوفوا لازمنا نقربوا كيما تشوفوا الدخول، ولا ب 5000 فلوس. دونك اي واحد باش يدخل اوتوماتيك باش يدفع 5000. نرجعوا للكومنتز نتاعنا ونعملوا سلاش بيز هيلب مره اخرى، وكيما تشوفوا عندنا الكومنت اللي بعدها واللي هي تجم تقول اهم كومنت عندنا في الفيديو واهم كومنت عندك في الشوب واللي هي سلاش بيزنس منيو. دونك نجيوني نكتبوا سلاش بيزنس منيو، ومن بعديك كيما تشوفوا عندنا شينج ستار نيم، شينج ميساج، سيف ولوك بيزنس. دونك اول حاجه باش نعملوها هي تشينج ستور نيم، وباش نحطوه مثلا نحطوه تيتا شوب كيما تشوفوا، نجيو هكا نكتبوا تيتا شوب كيما تشوفوا الشوب نتاعنا ولا اسمه تيتا شوب. عندنا الكومنت اللي بعدها هي واللي هي تشينج ميساج، واللي هي كي تجي داخل الشوب يبدل لك الميساج اللي باش يجي. مثلا انا باش نقول له كي واحد يدخل باش يكتب له اشري حاجه، باش نجربوا ندخلوا للشوب كيما تشوفوا باش يجيك كذا وكذا هاس انترنت
تيتا شوب، ومن بعديك فوقها باش يقول لك مكتوب اشري حاجه. نرجع للبزنس مينيو، عندنا السيف واللي هي الديبوزيت سمير. يا اما نحطوا فلوس في الشوب نتاعنا يا اما نجبدوا منه فلوس. دونك احنا لنا باش نجبدوا لنا باش نحطوا فلوس. وبعد عنا اللوك بزنس واللي هي باش تسكر ولا تحل البزنس نتاعك كما تشوفوا لوك ولا انلوك. احنا باش نعملوا انلوك باش نحطوه محلو. هوني نكون وصلنا لنهاية الفيديو نتاعنا. اذا لو كانك جديد تلقى طريقة تنزيل موجودة في الديسكريبسيون. البارتي دو نتاع السين اللي عملناها اللي هبطناها اول ثامس ان شاء الله باش تهبط لكم على قريب. ما تنساوش اللايك والاشتراك، فولو على الانستغرام كما قلت لكم، اللي يحب يشري شوب ولا يحب يشري اي حاجة في السيرفر بالدونيشن بالكوارت ولا بالفلوس في الريل لايف ينجم يكونتاكتيني يا اما في الانستغرام يا اما في الديسكورد. ويلا تويكا نقول لكم باي باي الناس.